السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عز الدين بوشاوي في الحلقة السادسة من السلسلة الصوتية الرمضانية أفضل كوتش. أفضل كوتش هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم من مات خلى الأحفاد ديالو الحسن والحسين مازالين صغار، ومن بداو كيكبروا بداو كيسولوا الأب ديالهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كرم الله وجهه، وبدأوا يسألوا أيضا في أمهم فاطمة ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي إحدى المرات سأل الحسين الأب نتاع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: يا أبي، حدثني عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جلسائه. هنا الحسين رضي الله عنه يسول الأب دياله علي بن أبي طالب على الأخلاق ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، على المعاملة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ما تسولوش على العبادة ديالته وكيفاش الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيعبد الله سبحانه وتعالى. هنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يجيب الابن دياله الحسين ويقول: كان دائما البشر سهل الخلق لين الجانب. بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائم الابتسامة، كان الوجه ديالو ديما مبتسم، ديما ضحك، ديما مبشور. وهنا إلى تكلمنا على الابتسامة فكنلقاوها مهارة ضرورية في فن التواصل وفي فن بناء العلاقات وأيضا في التفاوض وحتى في الدبلوماسية. فما يمكنش الآن يكون دبلوماسي وما كيبتسمش. أيضا الابتسامة الآن أصبحت تدرس في التسويق والمبيعات. أيضا حتى الموظفين اللي كيوظفوهم في الاستقبال أو اللي كيكونوا في السياحة، فالابتسامة شرط أساسي. وحتى في الإعلام فالابتسامة أيضا شرط أساسي. وفي التجارة ما يمكنش شخص أنه يكون تاجر أو مندوب مبيعات ناجح إلا ما كانش يبتسم. أما إلا جينا نهضروا على الأخلاق ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي وصفها علي بن أبي طالب بأنه كان سهل الخلق ولين الجانب، فكنلقاو أن الآية الكريمة كتوضح لينا هذا الخلق هذا. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: لو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هنا كنفهموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان سهل المعشر، كان سهل أنك تجلس معه، وسهل أنك تحضر معه، وسهل أنك تدي وتجيب معه في الحضرة، وأنك تضحك معه. للأسف في المجتمع اللي كنعيش فيه فمجموعة ديال الناس كيظنوا أن الشخصية الكاريزمية وأن الشخص القوي هو كاين في الشدة وفي الفضاضة أو في الغلظة، في حين أن الشخصية الكاريزمية، الشخصية الجذابة، هو الشخص المبتسم اللي الأخلاق ديالو سهلة وأيضا سهل أنك تكون كتعامل معه، ماشي الشخص اللي كيعقد الأمور. وهذه كنلقاوها بكثرة في الثقافة الأمريكية. فأي أمريكي ناجح فمي كتكون عندك واحد الحاجة مهمة ومهمة جدا أو لقاء مهم جدا، فباش كنصحك كون أنت، كون على طبيعتك، كون سهل في التعامل، ما تكونش شخصية فضة. هنا كنتعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة دي الأشياء. كنتعلموا منه أن خاص تكون عندنا أخلاق عالية، وأننا نكون سهلين في المعاملة ديالنا، ويكون الوجه ديالنا ديما مبتسم. هنا كتنتهي الحلقة. كنتمنى أنها تنال إعجاب ديالكم، وما تنسوش أنكم تصليوا على الرسول صلى الله عليه وسلم.